اش واقع في فرنسا. أمام هذه الأحداث اتخذنا القرار بإلغاء عدد من الفعاليات والأنشطة والتجمعات في البلديات والمناطق والمؤسسات الحساسة بعموم البلاد من أجل حماية مواطنينا، كما أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يقوم بأعمال نهب أو يهاجم مؤسسات الدولة. قبل يومين الشرطة الفرنسية طلقت النار على قاصر عربي سميتو نائل من نقطة الصفر. هذا الحادث خلف فوضى عارمة لدرجة أنه تحولت باريس من أجمل مدينة في العالم إلى أخطر مدينة في العالم. حاليا أعمال الشغب خلفت دمار في شوارع فرنسا لدرجة أنهم حرقوا أزيد من 1900 سيارة و500 مبنى عام. هذا الحادث جاء شهر بعد التصريحات العدائية لوزير الداخلية الفرنسي. قال دامانا إن الخطر الأول بالنسبة للأوروبيين ولفرنسا هو الإرهاب الإسلاموي السني بحسب تعبيره. وتحدث دامناخ عما وصفه باستمرار الخطر المرتبط بالإرهاب الإسلاموي الذي يستهدف فرنسا وجيرانها من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. هذا الحادث ديال الطفل نائل وتصريحات وزير الداخلية الفرنسي كتبين توجه فرنسا ماكرون ضد الإسلام والمسلمين ومحاولة استهداف المذهب السني وتصويره على أنه هو الخطر. الآن فرنسا كتغلي ودرجة الاحتجاج تتسع، ولا أحد يمكن أن يتنبأ بمآل الأمور ولا كيفاش غادي تسالي في فرنسا. اليوم طبعا ما يقع في فرنسا يطرح لنا تساؤل، ويطرح لنا أيضا واحد السؤال عريض وكبير، هو توجه ديال فرنسا ماكرون. فرنسا ماكرون كيباقي كيظن على أنه لربما إفريقيا والعالم العربي لازالت ملحقة فرنسية ببلاده، وما كيعرفش أو ما بغاش يعرف على أن مجموعة من الدول لا سيادتها ولا استقلالها ولا هويتها ولا ثقافتها، وأصبحت مستقلة تماما عن فرنسا، ولا رأها ولا توجهاتها السياسية ولا علاقتها أيضا الاستراتيجية والخارجية. اليوم تيا أيضا كيعطينا واحد نظرة أخرى اللي كانت عندنا للأسف عن فرنسا، هي على أن فرنسا اللي كنعرفو ماتلات هي. فرنسا اليوم تيا لم تعد دولة لحقوق الإنسان، ولم تعد دولة للثورة الفرنسية اللي تكرست في أذهاننا وفي أذهان النخب ديالنا. اليوم تيا فرنسا كتحول لدولة معادية للإسلام، معادية للمذهب السني، ومعادية أيضا لحقوق الإنسان، لأنه لا يعقل أن تطلق النار على قاصر عربي اللي فقط لأنه ما عنده رخصة ولا تجاوز أو ما عندوش رخصة السياقة أو أي كيف ما كان المبرر. هذا لا يعطي الحق للشرطة الفرنسية أن تطلق النار عليه أو تكرفص عليه. اليوم اللي بغيت نقول على أنه بالنسبة لنا كمغاربة، بالنسبة للنخب السياسية ديالنا اللي كتشوف فرنسا النموذج، واللي كتشوف فرنسا واللي كتستورد عندها الاستراتيجيات، واللي كتستورد عندها مجموعة من الحوايج، اليوم تيا كنقولوا لها فرنسا اللي كتعرفيها هي. اليوم تيا كتبين وجهها الحقيقي في ظل الرئاسة ديال ماكرون. فرنسا عرات أوراقها وتفتحت أمام العالم، ولم تعد دولة للحريات ولا حقوق الإنسان، بل أصبحت دولة عنصرية ودولة معادية لكل ما هو عربي، كل ما هو إسلامي، ولكل ما هو يعني توجه من سواء في الأفارقة أو المهاجرين بصفة عامة. اليوم تيا لم تعد فرنسا كما أقول وأكررها نموذج للنخب ديالنا. خصنا نقطعوا معها، نقطعوا مع التصور ديالنا لفرنسا، نقطعوا مع اللغة الفرنسية، ونقطعوا مع بزاف ديال الممارسات اللي نحن جايبينها من فرنسا، واللي مازال للأسف بعض السياسيين عندنا في بلادنا مازال كيعتبروها النموذج، ومازال كيستوردوا منها مجموعة من الاستراتيجيات ومجموعة من البرامج وكيطبقوها هنايا. اليوم تيا كنرجع وكنختم وكنقول اش واقع في فرنسا. الله يحفظ الجالية ديالنا، والله يحفظ الجالية العربية والإسلامية والإفريقية وجميع المهاجرين، والله يحفظ حتى فرنسا من أنفسها ومن نظام ماكرون الذي سيؤدي بها إلى مزيد من الفوضى وإلى مزيد من الانحلال وإلى مزيد من العنف اللي نحن كنبدوه كما كينبدوه العالم كامل. تحياتي لكم وعيد مبارك سعيد.